الرابع من أكتوبر 1973، كان العالم كله مستني حرب كبيرة. في سيناء، كانت القوات المصرية جاهزة ومستعدة بشجاعة بتحمل السلاح في مواجهة ليها كلام واحد مع التاريخ. في اليوم السادس، ساعة بعد الظهر، بدأ العبور العظيم، وده كان رداً على سنوات طويلة من الاحتلال. الأمر جه مفاجئ للعدو، وتقلبت كل الحسبات. في اللحظة دي، جنودنا الأبطال كانوا بيخاطروا بكل حاجة، موثوقين في قوة إرادتهم وقيادتهم. الأصوات كانت واضحة، عزم جبار في كل قلب، من أول كتيبة جندي لحد آخر طيارة مقاتلة بتخترق السمن. الصمت اللي كان لسه بيغطي الصحراء التكسر بواسطة صيحات النصر والتكبيرات. الشجاعة والابتكار أكثر من مجرد كلمات، لأنها تجسدت في كل خطة وكل حركة. دبابات بتتزحف فوق الجسر المزروع في السويس، وطيارات حربية بتشق طريقها عبر السمن علشان تحقق المستحيل. كل تفصيلة في الحرب دي كانت ملحمة، وتنفيذها كان مذهل. المشاركة العميقة للشعب المصري كانت حاجة ثانية. بيوت الناس كانت مليانا بالدعاء، وعيونهم مركزة على كل خبر. الشوارع كانت أشبه بالخلايا النشطة، والروح الوطنية فوق كل اعتبار. الأطفال في الريف بيغنوا الله أكبر الله أكبر، وعندهم يقين أن النصرة جاية. أما في المدن، فكان فيه انبهار بالفخر والاعتزاز، وكل دور اجتماعي أتحرك باندفاع علشان يساند الجنود في الجبهة. العملية مركبة، وأدوار الكل كانت بتبدع في اللحظة دي. ولما وصل الخبر للعالم، كان فيه اعتراف دولي جديد بمصر، التي تصدرت صدر العناوين بإنجازها المذهل. العالم شاف كيف أنها القوة اللي قادرة إنها تقوم وتنتصر بعد أزمة مضنية. في النهاية، السادس من أكتوبر بقي رمز للقوة، العزم والإصرار اللي خلاها ملهمة لأجيال وأجيال جاية.